تندر فرص العمل للنساء العربيات في مدينة يافا الساحلية. انطلاقا من هذا الواقع، تساعد جمعية عروس البحر في توفير دخل مادي لهن. يقوم مشروع الجمعية غير الحكومية على صناعة الدمى، مستفيدة من إبداع النسوة ومهاراتهن في الحياكة. المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي بدأ قبل 5 سنوات بهدف توفير دخل مادي للنساء العربيات ومنحهن فرصة للمساهمة في الاقتصاد المحلي. كثير مرات النساء بكونوش مكملين تعليم، يدوب مخلصين الثانوية، ومرات حتى مش مخلصين الثانوية، فيش عندهم آليات للعمل أو أشياء اللي تعلموها خلال السنين. صعوبات تانية كل موضوع التمييز، يعني حتى لو امرأة متعلمة وبدأت تلاقي شغل، كتير مرات موضوع التمييز في دولة إسرائيل هو الصعوبات اللي بتواجه المرأة. صناعة الدمى ذات العيون الواسعة بألوانها الزاهية تعد بالنسبة للنسوة هواية أكثر من كونها وظيفة. بعرفش، أنا بحبهم كتير البابور، وبحس حالي أنه أنا بسوي إشي مفيد، يعني للأولاد يلعبوا فيهم ينبسطوا فيهم. كما تنظم جمعية عروس البحر محاضرات وورش عمل وبرامج تدريب لعشرات من النساء العربيات في يافا لإكسابهن المهارات والثقة اللازمة لمواجهة تحديات الحياة. جمعية عروس البحر ساعدتنا كتير إنه طلعنا من الدار، وساعدنا كمان نعتمد على نفسنا، إنه نصير كتير يعني إنه مش نبطل زي نساء إنه نعتمد بس على جوزنا، جوزها الوحدة تعتمد كمان على نفسها، هي صارت هي مسؤولة عن نفسها. وتتطلع الجمعية إلى تصدير الدمى إلى الولايات المتحدة وأوروبا ليتسنى لها توظيف مزيد من النساء.